عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقيقة أو دقيقتين والصورة خير معبر عن الحدث. دي مكتبة مدينة أبصالة، مكتبة عامة، سبق وكلمت حضراتكم من داخلها. لفت انتباهي المشهد الجميل اللي انتوا شايفينه، هذه الصور الدلالية الجميلة على أشياء بعضكم قد يظن ان دي ماكينة صراف، قد يظن ان دي ايه ده، ايه هذا الشكل الجميل ده. ده صندوق القمامة يا جماعة، مش صندوق القمامة اللي عندنا في مجتمعاتنا اللي الزبالة فوقيه وحواليه وجنبه، واللي ما يعرفوش من اسمه يعرفه من منظره وشكله. هنا ما تقدرش تميز ده ايه، انما هو في النهاية هو صندوق القمامة اللي واضح امام حضراتكم. كيف نربي او يربي الوالدين في التربية الوالدية ابنائهم على الذوق الجمالي؟ ازاي البيئة زي ما قلنا، شفنا الشارع ده وسجلنا وغيره من الشوارع، ازاي يبقى الذوق العام لدى الناس؟ وده سمت ما نملكه في حضاراتنا الاسلامية، انك تبقى جميل ومنظم ونظيف مش زبالة. فهذا ما نريده في واقعنا. اللي احنا شايفينه ده هو صندوق القمامة، تفتح كده ويحط الحاجة للسلة اللي معاه ويلقيها مباشرة. ده يعني منظم، حاجات للمواد الصلبة، حاجات للمواد السائلة، حاجات لكده اهو. يدوس بقدمي حتى ما بمسكش بايديا، ايوه اهون، وحاجة جميلة نظيف ورائع وما في اي مشكلة. اهو خلاص قفلنا وانتهت. هيضرنا ايه في مجتمعاتنا اللي بتصرف الملايين والمليارات في الامور التافهة اللي ليس لها اي قيمة؟ ان يبقى ده واقع المجتمع ويتم تدوير هذه المواد، حاجات العضوية، المخلفات الصلبة، المخلفات الزجاجية، وتبقى بيئة جميلة ومصانع جميلة تدير هذا الامر. عارفين الحاجات المواد العضوية هنا بيودوها فين؟ بيودوها في أماكن يعاد تدويرها وبتتسخن وبتستخدم بها المية السخنة اللي الناس بتستحمى وبتتدفى بيها. هذا هو النموذج المهم اللي موجود أمام حضراتكم الآن. طبعا الـ 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 الأشياء دي كلها حتى كأنها بالطاقة الشمسية، كأنها حاجات بيتم استخدامها للتدفئة. يعني المقصود في كلامي باختصار شديد جدا، الناس دي وصلت إلى ما وصلت إليه بأنها بتوظف ما لديها من إمكانات البيئة بشكل يحترم أدميات الناس، وبالتالي المكان نظيف زي ما احنا شايفين، لا حد رامي كيس زبالة في الأرض زي عندنا في بلادنا للأسف الشديد. ثقافة نظافة البيئة لدى العوام ولدى الناس غير موجودة، ثقافة نظافة البيئة والاهتمام بها غير موجودة بالمطلق، وبالتالي نحتاج إلى تفعيلها بإصلاح النفس قبل أن نتشدق بأي كلام. من هنا من سنتر أبصالة لكم مني التحية والتقدير. السلام عليكم.